نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفيها أكثر من 20 قتيلا في هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة في حي القاسمية في بغداد. رئيس الوزراء التركي يعلن حل الحرس الرئاسي بعد اعتقال المئات من عناصره. 4 مستشفيات تتوقف عن العمل في حلب بسبب قصف قوات النظام المتواصل على المدينة. أهلا بكم مشاهدينا، نستهل هذه النشرة من العراق حيث أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف منطقة القاسمية شمالية بغداد وأدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات. ذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن الانتحاري فجر سترته الناسفة وسط تجمع للجيش العراقي والحشد الشعبي في ساحة عدن في القاسمية، وتوقعت مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى نظرا لخطورة الإصابات. أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب. وقال يلدرم أنه لن يكون هناك حرس رئاسي لعدم وجود حاجة إليه، مشيرا إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانت من بين أعضاء المجموعة التي أجبرت مذيعة قناة تي آر تي الرسمية على قراءة بيان إعلان الأحكام العرفية وفرض حظر التجول. وأضاف يلدرم أن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة التي تم إقرارها، لكنها قد تفعل ذلك إذا اقتضى الأمر. من جهة أخرى، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حصيلة جديدة لحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية عقب عملية الانقلاب الفاشلة. وقال أردوغان إن 13,160 شخصا تم توقيفهم في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في كافة الولايات التركية. وأضاف الرئيس التركي أن من بين الموقوفين نحو 8,000 عسكري وأكثر من 2,000 قاض ومدع عام ونحو 1,500 شرطية و52 موظفا حكوميا وحوالي 700 آخرين. وانتقد أردوغان تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن الوضع في تركيا متهما جهات لم يسمها بعرقلة تقدم تركيا. بثت وكالة الأناضول صورا للحظات الأولى لدخول أفراد شرطة العمليات الخاصة إلى برج المراقبة في مطار أتاتورك بغية استعادته من الجنود الانقلابيين، ذلك قبل وصول طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مطار أتاتورك الدولي. وقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها مديرية أمن إسطنبول لاستعادة السيطرة على برج المراقبة التابع لمطار أتاتورك الدولي أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة. وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة من مصادر أمنية تركية، فقد تلقى مدير أمن إسطنبول مصطفى جاليشقان معلومات تفيد بتوجه الرئيس أردوغان إلى مدينة إسطنبول، وهو ما دفعه لإعطاء الأوامر لتنفيذ عملية استعادة السيطرة على برج المراقبة. أما في إسطنبول كبرى مدن تركيا وقلبها الاقتصادي والثقافي، فقد تظاهر مئات الأتراك في ميدان تقسيم تأييدا للحكومة بعد مضي 8 أيام على محاولة الانقلاب الفاشلة. المظاهرة تأتي بمبادرة من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وتحمل شعار دعما للديمقراطية. وأبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم تأييده للتجمع ودعا أنصاره للانضمام إليه.
من ساحة تقسيم في إسطنبول. ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، انقل لنا الأجواء لديك، أبرز الشعارات المرفوعة وحجم المشاركة الذي يبدو زاخم. نعم نادين، في الحقيقة قبل عدة دقائق انتهى رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كلاجدارولو من كلمته التي خص بها دعم الديمقراطية والتواجد في الساحات. ضم إذن صوته حزب الشعب الجمهوري إلى صوت الحكومة التركية بالبقاء في الساحات والمدن التركية. هنا كما ترين خلفي هذه الجموع، من المفترض أن تتجاوز الآلاف هذه الجموع. هذه دعوة كانت خاصة من حزب الشعب الجمهوري لحضور هذا الميدان وللوقوف إلى جانب الديمقراطية، وكما يسماها أيضا بالإرادة الوطنية أطلق عليها كمال كلجدارأولو، وأطلق أيضا ميثاقا من 10 نقاط دعا فيه لمحاسبة كل من أمر الجنود بإطلاق النار أو من أمر بالتحرك لعمل الانقلاب العسكري. أيضا دعا لمحاسبة والوقوف في كل من يحاول أن يقف وجه الإعلام والصحافة، سيما أن اعتبر أن الجيش وأن الانقلاب هدفه هو كان إخفاء الكاميرا وقتل الكلمة أيضا دعا كمال كلجدارأولو للبقاء في الساحات والميادين حتى انتصار الإرادة الشعبية. أيضا دعيني أشير نادين إلى أن هنا في هذا الميدان لا يرفع إلا العلم التركي. هنا قياديين من حزب الشعب الجمهوري تحدثنا إليهم أكدوا أن الدعوة فقط للعلم التركي ولا يوجد مكان للأعلام الحزبية. اليوم هو يوم اعتبروه يوم الوحدة الوطنية، يوم أن يقف جميع الشعب بكافة أطيافه واتجاهاته السياسية إلى جانب الحكومة إلى جانب الإرادة الوطنية. إلى أي مدى يمكن أن تنعكس هذه اللحمة الوطنية على الطبقة السياسية على خلفية الانتقادات التي واجهتها أقطاب من المعارضة التركية إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل أردوغان؟ في الحقيقة نادين، هذه اللحمة الوطنية تنعكس آثارها في البرلمان التركي، سيما أن قبل يومين تم التصويت على قانون على حالة الطوارئ، واليوم يتم تطبيق حالة الطوارئ. لا يوجد أي إجراءات أمنية مشددة في عموم المدن التركية وفي مدينة إسطنبول، سيما اليوم باستثناء هذا اليوم وتحديدا هنا فقط في ميدان تاكسيم، من أجل الحفاظ على هذا التجمع الجماهيري أو هذا التجمع الشعبي. كانت هناك الإجراءات الأمنية المشددة خوفا من وقوع هجوم إرهابي، كما قال بعض المصادر قالت بعض المصادر الأمنية. ربما هذه اللحمة الوطنية تنعكس أمام من للانتهاء بسرعة أو لاختصار من مدة حالة الطوارئ، وأيضا ربما هذه اللحمة الوطنية ربما تساعد الحكومة على تجاوز الأزمة في سيما في موضوع هيكلة الجيش. كما تعرفين أن بالأمس تم الإعلان عن من قبل وزير الداخلية أنه من المؤكد سيتم إلحاق قوات الدرك بوزارة الداخلية وإبعادها عن رئاسة شؤون الأركان التركية. شكرا جزيلا لك أحمد غنام مراسلنا في تركيا، وكان معنا من ساحة تقسيم في إسطنبول. وفي العاصمة أنقرة تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا على الرغم من حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية، إذ يحاول السكان التغلب على الهواجس الأمنية والتعايش مع الواقع كما كان عليه الحال قبل 15 من تموز يوليو الجاري. رويدا رويدا تدب الحياة من جديد في شوارع أنقرة، أيام عصيبة عاشتها المدينة على خلفية المحاولة الانقلابية، محاولة زرعت الرعب في نفوس الكثيرين من احتمال التسلم العسكري لمقاليد السلطة. تأثرت كثيرا بالمحاولة الانقلابية، كنت حينها في مبنى البرلمان وكان الوضع سيئ. الآن هناك حالة طوارئ، لكن الحياة تسير قدما وسنجتاز هذه المرحلة بالتأكيد. الشوارع والمطاعم والمقاهي اكتظت بالزبائن والسياح. حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لم يكن لها الأثر الكبير على حياة المواطنين وعاداتهم اليومية، فالقانون الاستثنائي هذا برأي الكثيرين يأتي لحماية أمن البلاد ومواطنيها. حالة الطوارئ ستؤثر على حياتنا، لكن ما يهمنا هو أمن بلادنا وتطهيرها من الانقلابيين، وسوف نتحمل حالة الطوارئ لثلاثة أو حتى 5 أشهر، والحياة كما ترى عادية جدا. مستقبل المشهد السياسي والأمني منذ 15 من تموز يوليو يثير المخاوف في تركيا، فثمة تساؤلات عديدة لدى الشارع هنا
تتعلق بأمدي هذه الأزمة وتداعياتها التي أدخلت البلاد في حالة من الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. بعد أكثر من أسبوع على محاولة الانقلاب، يحاول الأتراك ممارسة حياة طبيعية، حياة لا تخفي هواجس هؤلاء على مستقبل بلادهم، وتعامل السلطات مع فترة ما بعد المحاولة الانقلابية في ظل حملة الاعتقالات والتسريحات المتواصلة. عدنان ظاهر، التلفزيون العربي، أنقرة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 4 مستشفيات في مدينة حلب وريفها توقفت عن العمل جراء الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام الليلة الماضية. وأعلنت مصادر ميدانية مقتل 4 مدنيين وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء بعد تجدد القصف الجوي الروسي على الأحياء السكنية في مدينة حلب. أما في ريف دمشق فقد قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة حمورية. كما قتل 4 مدنيين في غارات لطائرات النظام على مدينتي دوما وصقبة، في حين أصيب العشرات جراء استهداف قوات النظام لبلدات الغوطة الشرقية بالصواريخ الفراغية والقذائف الصاروخية. في شأن سوري أيضا، أفاد ناشطون بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حي البناوي جنوبي مدينة منبش بعد معارك عنيفة مع ما يعرف بالدولة الإسلامية دارت تحت غطاء جوي من قبل طائرات التحالف الدولي. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات سوريا الديمقراطية قد تعلق خططها لإطلاق هجوم واسع ضد تنظيم الدولة في منبش رغم انقضاء المهلة التي منحتها للتنظيم لمغادرة المدينة خشية من استخدامه المدنيين كدروع بشرية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قيادة التنظيم في منبج تفاوض قوات سوريا الديمقراطية على إتاحة خروج الجرحى في صفوف التنظيم مقابل السماح بنقل الجرحى من المدنيين. أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على أكبر مصنع للمتفجرات في مدينة سرت بعد معارك مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت القوات الحكومية في بيان لها أنها تمكنت من إحكام سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابع للتنظيم في سرت. وتواصل القوات الموالية لحكومة الوفاق عملية البنيان المرصوص لاستعادة سرت من سيطرة التنظيم، بينما أعلنت أنها تمكنت من السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية. نفذت لجنة إنقاذ نقابة الصيادلة في العاصمة الأردنية عمان اعتصاما أمام مبنى رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة ووزارة الصحة بتجديد موعد انتخابات النقابة المؤجلة منذ 14 شهرا. وتأتي هذه المطالب بعد نحو عام مما يوصف بالفراغ النقابي بعد أن قامت وزارة الصحة الأردنية بحل مجلس النقابة على خلفية استقالة 6 من أعضاء المجلس وتشكيل لجنة حكومية لتسيير شؤون النقابة. غير مقبول من الحكومة الأردنية أن تدعي الأردنيين للمشاركة بالانتخابات النيابية بينما هي تصادر حق فئة بسيطة من المجتمع الأردني اللي هن زملاء الصيادلة في حقهم في انتخابات نقابتهم. بعتقد المسارين مرتبطات بالنسبة لنا. إذا لم تجري انتخابات نقابة الصيادلة بعتقد سيكون هناك قرار من الزملاء الصيادلة بمقاطعة الانتخابات النيابية. ونشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. انطلاق عروض تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية وسط حضور جماهيري كبير. أهلا بكم من جديد.
تعهد وزراء الخارجية العرب بدحر الإرهاب خلال مشاركتهم في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية التي تعقد غدا الاثنين في نواكشوط. وفي بيان صادر عن الاجتماع أكد الوزراء دعمهم لكل المبادرات التي يمكن أن تساعد على إنهاء الأزمات في العالم العربي، وخصوصا الأزمات السورية والليبية واليمنية، وتبنوا قرارا يدين تدخلات إيران في العالم العربي. كما دعا الوزراء إلى حل نهائي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ورحبوا في هذا الصدد بالمبادرتين الفرنسية والمصرية للمساعدة في إحياء محادثات السلام المتوقعة. ينضم إلينا من نواكشوط مفادنا عبد الله ولد سيدية. عبد الله، آخر اللمسات التي توضع قبل افتتاح القمة العربية يوم غد، ومن هم أبرز المشاركين فيها؟ نادين، يترى الوفود تباعا الى مطار نواكشوط التونسي قبل اقل من 10 دقائق، حطت طائره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ليكون الثاني زعيم عربي يصل الى نواكشوط اليوم بعد الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير. نواكشوط تتطلع الى هذه الوفود لان رهان الحضور هو الرهان الاكبر، الحديث الاكبر اليوم هو عن الحاضرين والغائبين. هناك كشف حساب للكثير من الزعماء العرب الذين تاكد حتى الان انهم لن يحضروا على شاكلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان من المقرر أن يصل اليوم إلى نواكشوط، لنفاجأ في آخر لحظة بمصادر موريتانية تؤكد أن السيسي لن يحضر، كما ملك المغرب لن يحضر. العديد من الملوك والرؤساء العرب لم يتأكد حضورهم، وإن تأكد حتى الآن أن الشيخ تميم أمير دولة قطر سيحضر هذه القمة على رأس وفد كبير من بلاده. سيكون أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أكدت مصادر في الوفد الفلسطيني هنا أنه سيحضر هذه القمة، إضافة إلى أمير دولة الكويت. على عين تنظر السلطات الموريتانية إلى حجم حضور هذه القمة على أنه رهان حقيقي يجب أن تكسبه، لأن الكل توقع بأن لا تستطيع نواكشوط أن تستضيف كل هذا الكم من القادة العرب في وقت واحد. حتى الآن تحاول هذه السلطات أن تؤكد أنها تكسب هذا الرهان، أن الوفود العربية التي وصلت إلى هنا تؤكد ارتياحها لمستوى التنظيم وجودته، وإن لم يتوقع الكثيرون أن تخرج هذه القمة سياسيا بما يميزها عن القمة العربية. تعلمين نادين، هناك سجل حافل من الإخفاقات يصم القمم العربية منذ بواكير انعقاد هذه القمة. القمم العربية عادة لا تخرج بغير الشعارات البراقة، لا توجد إرادة عربية لتفعيل ما يصدر عن القمم العربية. لو أخذنا على سبيل المثال مشروع القوى العربية المشتركة، هذا المشروع موجود على كل إعلانات القمم العربية منذ عام 76 إلى اليوم، لم يتم تفعيل هذا البند، لم توجد قوة عربية مشتركة، كما لم ينفذ العديد من مخرجات القمم العربية السابقة. على أين لا يعضل الموريتانيون إن كانت القمة العربية بالميزان السياسي غير ناجحة، هم ينظرون إليها على المستوى الشعبي على أنها إنجاز في حد ذاته. أن ترتفع الرايات العربية هنا، هذا يعتبر بالنسبة للموريتانيين إنجاز. شكرا جزيلا لك مفادنا عبد الله ولد سيدية. والآن ننتقل إلى جولة في آخر الأخبار الاقتصادية. حذر كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة الـ20 بأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يزيد الغموض المحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي، ويضاف إلى المخاطر التي تهدد استقراره، مؤكدين على ضرورة استخدام كل الأدوات النقدية والمالية والهيكلية بشكل فردي وجماعي لدعم الاقتصاد العالمي. أشارت آخر البيانات الاقتصادية التركية إلى أن الاستثمارات السعودية والخليجية غير المباشرة في تركيا ارتفعت أكثر من 300% منذ عام 2014، حيث تشهد نمواً متواصلاً لا سيما في القطاع العقاري، مع التوقعات أن تصل استثمارات الخليجية نهاية العام الجاري إلى 7 مليار دولار من مستوى لم يتجاوز 2 ملياري دولار قبل نحو عامين. أعلنت الصين أنها بدأت فرض رسوم جمركية على بعض منتجات الفولاذ الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية، ستتراوح بين حوالي 37% و 46.3% لتجنب الإغراق. يذكر أن الصين متهمة أيضا بإغراق الأسواق العالمية من قبل الاتحاد الأوروبي،
الأمر الذي قد يشجع إجراءات حماية الصناعات المحلية في هذا القطاع الاقتصادي المهم. أصدرت هيئة محاربة التزوير البريطانية FFA تحذيراً قوي اللهجة للبريطانيين مع مستوى الارتفاع القياسي للتزوير والاحتيال المالي عند استخدام الصراف الآلي. يشير التقرير إلى أن محاولات الاحتيال والتزوير ارتفعت العام الماضي ب 20% بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليون و 700 ألف جنيه استرليني. يشهد القطاع المالي الكروي لأشهر الأندية البريطانية حالة تذمر وغضب من قبل محللي الأسواق من خلال ربط الوكالات الاستثمارية في مقدمتها فيرجن ماني بين التكهنات الكروية ومستوى العائدات التي تمنحها سنداتها. تقدم فيرجن ماني نسبة عائدات لسندات مانشستر يونايتد ب 1.25%، وفي حال فوز الفريق ترتفع نسبة العائدات إلى 2.5%. قال المرشح عن الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه قادر على وقف هجرة السوريين وفرض قيود صارمة على الأوروبيين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة وخفض عدد دول حلف شمال الأطلسي. تصريحات ترامب جاءت في مقابلة تلفزيونية خاصة لبرنامج واجه الصحافة الذي يعرض على قناة NBC الأمريكية. أستطيع وقف هجرة السوريين ومنعهم من القدوم لبلادنا خلال ثانيتين فقط. هيلاري كلينتون تريد أن تجلب المزيد منهم لبلادنا أكثر مما سمح به أوباما. إنها فعلا أصيبت بالجنون، أعتقد أنها مجنونة. يجب علينا وضع إجراءات أكثر صرامة للراغبين من أوروبا بالقدوم لبلدنا. جميعنا يعلم أن بلدنا تقدم خدمات حماية لدول الناتو دون مقابل. هذا يجب أن يتغير. كل دولة في الناتو ترفض دفع مستحقاتها للمعاهدة، سنعمل على إخراجها من الحلف ولن تتمتع بحمايتنا. ليس بوسعنا أن نتحمل ذلك العبء إلى ما لا نهاية ولن نكون دولة غبية. أبرز أخبار الدوريات العربية والعالمية في الجولة الرياضية التالية. قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم استبعاد الرياضيين الروس من أولمبياد ريو. هذا وتركت اللجنة قرار مشاركة روسيا في الألعاب من عدمها إلى الاتحادات الرياضية الدولية. حاول شاب برازيلي يوم أمس سرقة شعلة الأولمبياد أثناء مرورها بمدينة ساو باولو. الشعلة الأولمبية التي سبق وأن تعرضت لمحاولة إطفاء ستبقى في ساو باولو في الأيام المقبلة على أن تصل إلى ريو دي جانيرو في الرابع من شهر أغسطس. توج فريق كلوب بروج يوم أمس بطلا لكأس السوبر البلجيكي بعد فوزه على ستاندر ليج. بطل الدوري البلجيكي خرج من الشوط الأول متأخرا بهدف، إلا أنه تمكن من العودة وتحقيق الفوز في الشوط الثاني على الرغم من النقص العددي بعدما طرد لاعبه هانس فانكن. انطلقت في تونس تظاهرات صفاقس عاصمة الثقافة العربية بعد أن وقع الاختيار العام الماضي على مدينة قسنطينة الجزائرية لتكون نموذجا للثقافة في العالم العربي. ومن المرتقب أن تشهد صفاقس احتفالات فنية وعروضا مسرحية تتخللها أمسيات موسيقية وشعرية تتواصل فعالياتها حتى نهاية العام الجاري. استبقت حفل الافتتاح عروض فنية من الموروث الشعبي التونسي، فرق غنائية جابت أرجاء المدينة فجذبت حشودا من الناس وجدوا فيها شيئا من عبق الماضي الجميل في مدينة ما زالت شاهدة بأثارها على عدة حقب زمنية خلت، لكنها اليوم تزينت بأعلام الدول العربية تحت شعار الثقافة توحدنا وصفاقس تجمعنا. طموحنا من التظاهرة هذه هو تأسس لتقاليد جديدة وللعمل الثقافي في صفاقس، وتكون صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 بداية وليس نهاية.
حل الليل وأضيئت المدينة بالأنوار احتفالا بانطلاق تظاهرات صفاقس عاصمة الثقافة العربية التي تنظمها منظمة الأنكسو للتربية والثقافة، حدث ثقافي ليس عاديا بالنسبة لتونس التي خصصت لها ميزانية تقارب 15 مليون دولارا. نحن نحتاج اليوم إلى مشروع ثقافي عربي، نتفق حول قيم ثقافية مشتركة ونحافظ على تنوع وخصوصية كل دولة عربية. من قسنطينة الجزائرية تسلمت صفاقس التونسية مشعل هذه التظاهرة الثقافية احتفالية وجهت بوصلتها نحو القدس للتعريف بالثقافة الفلسطينية في ظل ما تتعرض له من عمليات طمس لهويتها من طرف الاحتلال الإسرائيلي. مجهودات حثيثة لإنجاح هذه التظاهرة التي تحتضنها تونس للمرة الثانية في تاريخها، لأن نجاحها سيساهم في التعريف بالموروث الثقافي بمدينة صفاقس وفي تنشيط القطاع السياحي الذي يعاني من صعوبات جمة. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، من مدينة صفاقس جنوب تونس. وختام النشرة، إلى اللقاء.